الستيبس بتاعتي بتاعت الستاتستيكال موديلنج فور سيرفايفل اناليسز هي خمس خطوات. بكتب الموديل، بران الموديل، بتست الاسامبشن، بانتربريت الموديل، وبايفالويت ديفرنت مودلز. الخطوه الاولانيه هي كتابه الموديل. انا بكتب الفورمولا بتاعتي، ادي الريسبونس فاريبل وادي البريدكتور فاريبل، ودي الفانكشن اللي بستخدمها علشان اعمل الكوكس ريجريشن. بعد كده بران الموديل بيديني الاوتبوت ده. هنشوف الانتربريتيشن بتاعه بالتفصيل دلوقتي حالا، لكن اول عايز تيست الاسامبشن. الاسامبشن بتاعهم هو البروبورشنال هازارد، ده مش بروبورشنال، ده بروبورشنال. ده انا بتكلم طبعا على جبت بس تو كيرفز دول عشان اوضح الاسامبشن بتاعتي، لكن دول مش من الداتا سيت. الداتا سيت ما فيهاش سموكينج ولا دايابيتس. هجرب بقى انا على الداتا سيت بتاعتي، لقيت البي فاليو نوت سيجنيفيكانت. انا عايزها تبقى نوت سيجنيفيكانت عشان يتحقق الاسامبشن بتاعي ان في بروبورشنال هازارد، او ان الاسامبشن بتاعت كوكس ريجريشن تمام. تالت حاجة هينتربريت الموديل. الموديل عندي في فورمولا، في كوفيشنت الاكسبوننشال بتاع الكوفيشنت، وفي بي فاليوز، وفي جلوبال وول تيست بي فاليو. نتكلم على اول حاجة الستاتيستيكال سيجنيفيكانس. الزي دي هي الوول ستاتيستيك فاليو، ودي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الريشيو بتاعت الريجريشن كوفيشنت على الستاندرد ايرور بتاع الكوفيشنت. يعني لو قسمت ده على ده بيديني ده، لو قسمت ده على ده بيديني ده، قسمت ده على ده هيديني ده. تمام. الوولد ستاتستكس بي ايفالويت ان البيتا كوفيشنت اوف ا جيفن فاريبل از ستاتستيكالي سيجنيفيكانت ديفرنت فروم زيرو. ومن الاوتبوت اللي احنا شايفينه ده هنقدر نكونكلود ان المونوبوز لما تكون ان المونوبوز والهرمون تريتمنت ار ستاتستيكالي سيجنيفيكانت، ليهم ستاتستيكالي سيجنيفيكانت كوفيشنتس، بينما الايدج مش ستاتستيكالي سيجنيفيكانت. الريجريشن كوفيشنت نفسها، البوزيتيف ريجريشن كوفيشنت معناها ان الهازارد اللي هو ريسك اوف ديث او ريلابس او ايفنت، وفي الحاله بتاعتنا الريلابس از هاير. يعني لما يبقى فيه بوزيتيف كوفيشنت بيبقى الريسك هاير، عشان كده بيبقى البروجنوزس اوحش، بيبقى سيرفايفل اقل فور سبجكتس ويز هاير فاليوز اوف ذا فاريبل. يعني ايه اوف هاير فاليوز اوف ذا فاريبلز؟ احنا اتفقنا ان الناس اللي منوبوز 1 يعني ما حصلهمش منوبوز، ومنوبوز 2 يعني حصل لهم المنوبوز. الناس اللي خدوا هرمونال تريتمنت ب2 واللي ما خدوش ب1. فمثلا خلينا نتكلم عن الفاريبل. احنا قلنا بوزيتيف ساين بمعناها ان الهازارد اوف ريلابس اعلى، بالتالي النيجاتيف ساين دي معناها ان الريسك اوف ريلابس اقل من ايه؟ اقل من الكود الاقل، يعني هرمون 2 اقل في الهازارد من هرمون 1. معناه كده ايه؟ ان فاريبل هرمون اللي هو انكودد از 1 يعني نو هرمون، 2 يعني ريسيفد هرمون تريتمنت. معناها ان الناس اللي ريسيفد هرمون تريتمنت عندهم طالما نيجاتيف كوفيشنت عندهم ريسك اوف ريلابس اقل من الناس اللي ما خدوش هرمون تريتمنت. تمام. الار سامري بتاعت الكوكس مود اللي احنا شايفينها دي بتديني هازارد ريشيو فور ذا سكند جروب. سكند جروب اللي هو زي ما قلنا هرمون 2 او منوبوز 2 ريلاتيف تو ذا فيرست جروب اللي هي الناس اللي ما جالهمش منوبوز والناس اللي ما خدوش هرمونال تريتمنت. اجين البيتا كوفيشنت اللي هي نيجاتيف 0.766 دي 0.676 دي معناها ان البيشنتس اللي ريسيفد التريتمنت قلنا اللي هو كودد 2 هاف لوور ريسك اوف ريلابس، يعني هاير سيرفايفل ريتس ذان الناس اللي ما خدوش تريتمنت اللي هو كودد 1. الهازارد ريشيوز اللي هي الاكسبوننشيتد كوفيشنتس نون از هازارد ريشيوز بتديني الايفكت سايز بتاعه الكوفاريت. يعني being in menopause اللي هو الكود بتاعها 2 increase the hazard by a factor of 2.53، وبيديني طبعا اللور والأبر confidence interval. أخيرا الglobal statistical significance of the model ده بيرجكت بالp-value دي بيرجكت null hypothesis in all betas are 0.
وبالتالي indicating that my model is significant. برضو من الحاجات اللي بحصل عليها الفورس بلوت فور كوكس بروبورشن هذا الموديل دي موجودة في باكجز في الار, بنقدر نعملها بمنتهى السهولة. بيديني الهازارد ريشيو, بيديني الكوفيشن, بيديني السيجنيفيكانس بتاعتي, وبيديني كمان الاكايكي انفورميشن كريتيريان اللي اقدر اكمبير بيه المودلز بعد كده. يعني مثلا هنلاقي هنا هو الاكاكي انفورميشن كريتيريان 460 وهنا 468, فبالتالي هقدر اقول الموديل ده افضل. هنشوف دلوقتي حالا الايفالويشن اوف ذا موديل. تو ايفالويت ديفرنت مودلز, انا بعمل المودلز بتاعتي كلها وبشوف الاكاكي انفورميشن كريتيريان بتاعهم, وزي ما انا شايف هنا ان الموديل نمبر 5 اللي هو فيه المينوبوز والهرمونال تريتمنت والايج والبروجستيرون ريسبتورز واخد اقل اكاكي انفورميشن كريتيريون, وده معناه ان ده البيست موديل اللي عندي في المودلز دي كلها. اتمنى ان انا كده اكون قدمت فكره بسيطه عن السيرفايفل اناليسز. متهيألي دلوقتي لو سمعنا عن كوكس ريجريشن, كابلان ماير, هازارد فانكشن هبقى سمعت عنها قبل كده. لو سمعت برضو عن الميديان فولو اب تايم, اولا مش هتلخبط بينها وبين الميديان سيرفايفل تايم, ثانيا الميديان فولو اب تايم هبقى عارف ان انا اي كانوت ريبورت الميديان فولو اب تايم. وعرفنا برضو الستيبس تو ميك سيرفايفل موديلنج, من اول ان احنا بنعمل موديل لحد ان احنا بنيفالويت الموديل, مرورا بالاسامشن تيستينج ومرورا بالانتربريتيشن اوف افري سنجل بارت اوف ذا اوتبوت. شكرا.